ان احنا بناخد زيوت الطعام المستهلكه اللي هي تخرج من المطاعم الاوتيلات البيوت كمان دلوقتي وبنحولها لسولار حيوي. ده بديل للسولار عنده نفس المواصفات بتاعه السولار بالظبط ويمكن احسن لان هو الانبعاثات الكربونيه بتاعته 90% اقل من السولار وبيزود عمر المكن اللي هو بيشتغل فيه. فالنشاط بتاعنا هو تصنيع الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستهلكه. احنا بدانا في الاول نتعاقد مع الكيانات الموازيه اللي موجوده سواء اللي هم التجار اللي بيعدوا على المطاعم والاوتيلات يشتروا منهم وبدانا ان احنا نشتري منهم وبالتوازي ان احنا بنخش ناخد عقود مباشره مع الجهات دي زي ما حصل مع حضرتك كنت شايفه دلوقتي اللي هم جهات مصر الطيران بيحاولوا ان هم يقولوا طب احنا عايزين نتخلص من الزيوت دي بشكل مظبوط فنتعاقد مع الشركه ان هي تكون بتلمها واحنا في الاخر بناخد كل الزيوت دي في المصنع بتاعنا في 6 اكتوبر بنحولها للوقود الحيوي. الطاقه الانتاجيه بتاعت المصنع 200 طن بتعتمد ان احنا بنوصل لنهايه الطاقه دي على حسب كميات الزيوت المتوفره ولا لا. متغيره شهريا بس احنا بنحاول ان احنا دلوقتي نخلي الطاقه الانتاجيه 1000 طن شهريا بحيث ان احنا نقدر نستوعب كميات اكبر من الزيوت نقدر نستخدمها ونحولها لوقود حيوي. ما بين حاجتين ما بين تمويل من القطاع المصرفي في المبادره بتاعت 5% وما بين استثمار خاص. احنا بدانا بيع فعلي من اول شهر 6 اللي فات ده فان شاء الله نقفل السنه ب 6 مليون مصري متوقعين ان شاء الله السنه الجايه نقفل ب 20 مليون.